إطلالات الحضور بمهرجان كان كانت مختلفة، لكن ما أثار جدل كبير بوسائل الإعلام هو ظهور وزيرة الثقافة الإسرائيلية بفستان مطبوع عليه سورة القدس، وده أثار غضب شديد في صفوف عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، إلى أن الوزيرة رأت أن الفن والموضة أفضل طريقة للتأكيد على أن القدس عاصمتهم الأبدية. ولكن الفنانة التونسية لطيفة كان ليها وجهة نظر مختلفة. كل صدق، ما فهميش أكتر من الإسرائيليين في الدعاية وفي الإعلام وفي قوة إثبات وجودهم. أنا اللوم نقوله على العرب، يعني كنت نتمنى أنه وزير الثقافة أو الفلسطيني يطلع ويكون متواجد بقوة. للأسف هو ضعف من العرب وقوة منهم هما. أنا ليها هي صراحة هي قاعدة تدعم في الرأي متاع بلادها. يعني كل عام بتحاول السينما العربية انها تكون حاضرة بأشكال مختلفة، الا ان السنة دي التواجد العربي غير موجود في هذه الدورة. هذا الوضع اللي موجود فيه العالم العربي اول حاجة. تفسير ثاني حاجة، الانتاج السينمائي ضعف برشا في عالمنا العربي. تفسيري انه ما زال فما مخرجين وفما منتجين صغار قاعدين يطلعوا بقوة، كسواء في تونس او في لبنان او في مصر، قاعدين يعملوا في بصمات حلوة ياسر في مهرجان كان. فأنا أعتقد أنه الوضع العام في العالم العربي يمكن ما يشجعش برشا الناس. فترة بقاء لطيفة في كان لن تطول. ندخل المارشي كما كنا نحكيه قبيلة باش نشوف الأفلام اللي ممكن كان وقت يسمح باش نشوفها. فما فيلم تونسي ماذا بيا نشوفه، إن شاء الله وقت يسمح ونشوفه. جو في فوار نشوف شنو الأفلام.